فلاح، شو الفرق بين الأغنية والشيلة؟ الحين ما عاد يهم. وش الفرق؟ وش اللي كان فرق بين الأغنية والشيلة؟ وش اللي تغير بالموضوع كامل؟ كلنا نعرف بداية الشيلات أنها كانت صوت فقط. ممتاز. كانوا يغنوا فيها يعني قدماء الأوائل، حسين الكوري المري، سعد اليامي، مهنا العتيبي، يمكن هم الثلاثة اللي كانوا. إيه سعد اليامي والشباب كانوا يعني متصدرين يعني. نعم. والأستاذ الجميل فهد مطر كانوا من الأناشيد الإسلامية إلى الشيلات إلى الكلام النبطي زي ما يقولون. فكانت خالية من شيء اسمه إيقاع، الناس حتى ما يعرفوا شو معنى إيقاع. إيقاع الطبل، وخالية من الموسيقى وخالية من الباد، حتى صوت فقط. كانوا راكبين في المزاين في المرقيبة في ظهور الشاصات ويغنون بالمايك حسين الكوري. فبداية هم اللي استنتجوا هذول، فجاءوا اللي بعدهم اللي هم جيلنا اللي احنا فيه، الشباب اللي قبلي طبعا على رأس سعيد الخزماني، بندر من عوير، سالم الشهراني صوت الجنوب، هادي بن جابر المري، محمد خالد بن محمد المري العذب، جددوها بشكل جديد، أضافوا عليها الإيقاع. فجيت أنا عاد الفترة ذيك 2011 أو 2010 تقريبا، أضفنا من عند، كانت كلها تقريبا حول المرقيب وحول المزاين وحول المدح والشيلات ولا قل معي والزواجات، زواجات ومناسبات بشكل عام، كانت يعني مدح بدايتها. فأنا صوتي وطبقة صوتي ما تساعد يعني، على أو مودي بالأصح. وغيرتها من أنا من الناس اللي يعني حطيت فيها غزل مثلا أو توجاد أو نصيحة أو فقد خوي أو الشيلات الاجتماعية زي ما يسمونها. فالحمد لله توفقنا ووفقنا الشباب اللي معي، قدمنا شيء إن شاء الله إنه يكون طيب في الساحة الإعلامية. أما الغنية طال عمرك تفرق بتاتا عن الشيلة. شوف أنا أشوف ما فيها فرق الحين، ما عاد فرق. إيه أشوف ما فيها فرق الحين، زي ما تحط الشاهي داخل القهوة دي ما عاد تدري وين شاهي هي من قهوتها. يقول الشيلة الفلانية إعلان عنوانها الشيلة الفلانية كذا كذا، وهي موسيقى من أولها لآخرها. تقلت الشيلة عن هويتها. فنقدر نغير اسمنا الحين، أنا غير اسمي في السناب شات فنان، لكن أنا عرفتك الجمهور بالفنان. لزقت فيك كلمة منشد وهي زينة كذا ولا كذا؟ إي بالله زينة كلها، لكن ولا الشيلات أنا أعتبرها لون من ألوان الفن، بس لون جديد من ألوان الفن. في واجد ترى ما اعترفوا فيه فنانين كبار، قالوا ما نعترف الإنشاد لأن ما فيها هندسة فنية كثير مكثفة. الفن فيه هندسة فنية مكثفة، آلات موسيقية ودنيا، عشان كذا أعمالك تطول يعني، تروح من مصر إلى تركيا إلى نعم. طيب فلاح، ممكن فلاح